بس راح نقسمها أسبده. second shift theorem. طلاب احنا اخذنا ال first shifting theorem، شنو كانت قانون مالتها؟ اذا دالة مضروبة ب exponential هذا معناته تسحيف المن لل f of s، ازحف بمقدار الاس مال exponential. اذا هنا ناقص الفا فهنا عكس الاشارة، طبعا هنا زائد الفا. السكند شيفت ثيورم لها علاقة بالشنو؟ باليونت ستيب اللي اخذناها، باليونت ستيب اللي اخذناها. يعني اذا عندي اف للتي ناقصا اي مضروبة باليونت ستيب نفس المقدار ناقص اي وهنا ناقص اي، هذا ايش راح يأثر على الدالة او ايش راح يأثر على اللابلاس؟ الدالة راح تبدي من مبادئ يونت ستيب، يعني هاي الدالة قيمتها صفر إذا تي أصغر من الأي، وقيمتها اف اوف تي ناقص أي إذا تي أكبر من الأي. شلون؟ هسه راح نشوف. طلاب مثلا هنا رسم دالة الرسم الأول، رسم دالة الساين، الساين الموجة الجاذبية. هاي بادية من الصفر، بس إذا بادية لا، يعني خلينا نقول مقدار ال أي ما راح تبدي من الصفر، راح تبدي بمقدار يعني من مبادئ الأي، خلينا نقول الأي قيمته على محور الإكس أكسس، الأي قيمته مثلا واحد، فمعناته راح تبدي من الواحد. زين خلي تعريف لابلاس أمامي، إف أوف إس هاي التعريف العام للابلاس، شو يساوي لي؟ من الصفر للإنفينيتي إكسبونينشال ناقص اس تي اف اوف تي دي تي. اشوف شلون راح اطلع اذا عندي داله مزحفه بمقدار يونت ستيب. اقول اف اوف تي لابلاس الشنو؟ اف اوف تي ناقصا اي في يو للتي ناقصا اي، شو يساوي لي؟ من الصفر للانفينيتي ادخلها بتعريف لابلاس، الداله اللي عندي هي اف اوف تي ناقصا اي ومضروبه هم بيونت ستيب نفس المقدار مزحف يو لل تي ناقص اي. هذا ايش راح ياثر؟ اليونت ستيب شو تاثر علي من ضربة الدالة بها الاف اوف تي؟ بدل ما بادي من الصفر راح تبدي من الاي، هذا فائدة التسحيف، ما راح تبدي من الصفر، راح تبدي بمقدار التسحيف اللي هو الاي. فإذا تشوفون عندكم التكامل منا بادي من الاي للانفينيتي اكسبونينشال ناقص اس تي f of t ناقصا اي، هو هاي فائدة اليونت ستيب. زين اذا اغير حدود التكامل، اذا بكان ال t يعني اسوي التكامل بدلالة ال x، اذا t بس على مود استنتج قانون المن للشيفت سكند شيفت شيفتنج ثيورم، ال t يساوي اي، هذا معناته بانه ال x يساوي صفر، وإذا تي من الإنفينيتي تقترب وإذا t تقترب من الإنفينيتي هذا معناته بأنه ال x تقترب من الإنفينيتي. بس أغير حدود التكامل، بدل ما كانت من ال a للإنفينيتي بالنسبة لل dt أسويها بالنسبة لل x. ليش؟ هنا exponential ناقص s ال x زائد a f of x ds، أطلع ال exponential ناقص as خارج التكامل لأنه باعتبار بالنسبة لل x هو ثابت. من الصفر للإنفينيتي إكسبونينشال ناقص
اكس اكو اكس دي اكس. اشرح استنتج. هذا معناته بانه لابلاس اذا كانت عندي داله مضروبه باليونت ستيب تسحيف اثنيناتهم، يعني اف للتي ناقص ان اي في يو للتي ناقص ان اي، شو يساوي لي؟ اكسبوننشال ناقص يساوي اكسبوننشال ناقص اي اس اف اوف اس. هذا قانون شنو؟ السكند شيفتنج ثيورم. سكند شيفتنج ثيورم. وايضا ما معناه بانه لابلاس انفيرس اذا عندي داله مضروبه باكسبوننشال، داله مضروبه باكسبوننشال، هذا معناته بالتايم دومين هي شبيهة، هي مضروبه باليونت ستيب، مضروبه باليونت ستيب، بنرجعها للمن للاف اوف تي. Hence the first shifting theorem discusses the effect of Laplace transform of multiplying the function f of t by exponential ناقص alpha t. يعني the first shifting theorem ما له علاقة، قلنا إذا دالة مضروبة exponential بالtime domain هذا معناته من نحولها Laplace معناته تسحيف من مقدار أس exponential. السكند لها علاقة شنو؟ لها علاقة إذا لا الـ f of s مضروبة بـ exponential، f of s مضروبة بـ exponential، من نرجح الـ f of t معناته مضروبة بالـ unit step. هسه بالأمثلة شوية راح توضح لكم الصورة. Find the Laplace transform for the following function f of t يساوي t ناقصا 1 تربيع في الـ u للـ t ناقصا 1 تربيع. ماكو تربيع العفو باليو للتي ناقصا واحد. المفروض تنتبهون على اليونت ستيب، تنتبهون على اليونت ستيب. هاي الدالة اف اوف تي مضروبة بيونت ستيب، معناته لازم لابلاس الها ينضرب باكسبونينشال. لازم تنتبهون على هاي الحالة اليونت ستيب، ولازم مزحفة بنفس المقدار، هنا ناقص واحد وهنا ناقص واحد. اف للتي ناقصا اي هي عبارة عن شنو؟ تي ناقصا واحد بكل تربيع. هي الدالة الأصلية طلاب، هسه عفو ميوت ستيب، عفوكم ميوت ستيب. التي ناقصا واحد بكل تربيع هي بالحقيقة تي تربيع، هذا الناقص واحد تسحيف، يعني الاف اوف تي هي عبارة عن تي تربيع. اف اوف اس، هسه أنا هسه عرفت حددت، قلت اف اوف تي تساوي تي تربيع. f of s شو يساوي للابلاس للتي تربيع؟ يساوي 2 على s تكعيب، هذا من التيبل تقدرون تطلعون 2 على s تكعيب. exponential لازم تضربوه بشنو؟ هسه انا طلعت اللابلاس المن للتي تربيع، زين بعد اليونت ستيب شو ياثر علي؟ ورا ما طلعت الـ f of s أضربها في exponential شنو؟ ناقص s. ناقص s ليش؟ لأن هو التسحيف ناقص واحد، فهنا ناقص واحد يعني في s، يعني exponential ناقص s في 2 على s تكعيب. يعني الـ second shifting theorem يعني لابلاس إذا عندي دالة مضروبة يونت ستيب، هذا معناته لابلاس المن للدالة المعطاة بالسؤال اللي هي f of t ويساوي 2، يعني تبون تطلعون لابلاس الدالة الأصلية قلنا t تربيع، بس تضربوها باكسبونينشال. نفس هالمرة بالسكند شفت كثير طلاب نفس الإشارة، تشوفون الأس مال الاكسبونينشال سالب وهنا هم سالب، نفس الإشارة. بالفيرست شيفتنج ثيورم كان عكس الإشارة، إذا سالب موجب وإذا موجب سالب. فايند، هذا مثال آخر. فايند ذا لابلاس ترانسفورم فور ذا فولوينج فانكشن اف اوف تي يساوي
كوساين تي ناقصا باي في يو للتي ناقصا باي. اف للتي ناقصا اي ترى هي عبارة هاي الدالة الاصلية اليونت ستيب بس مجرد تسحيف ينضرب بالاكسبونينشال. يعني انا عندي الدالة الاصلية هي كوساين تي ناقصا باي. الباي اذا تشوفون الباي هنا موجود ناقص باي وهنا ناقص باي اذا هذا عبارة عن تسحيف. تسحيف بمقدار شنو الاي؟ الاي قيمته باي يعني اف اوف تي تساوي كوساين تي. فتطلعون لابلاس المن للكوساين يعني اف اوف اس تساوي لابلاس للاف اوف تي ويساوي لابلاس للكوساين تي ويساوي اس على لابلاس الكوساين. هذا التيبل هو عبارة عن قلنا اكو لازم اس بالباص على اس تربيع زائد الواحد. زين بقى هسه انا حسبت لابلاس بس بقى شنو ما دام انتبهوا مضروبة في يونت ستيب هاي معناتها بس فاهم على يونت ستيب تقولون هاي سكند شيفتنج ثيورم. يعني من اطلع اللابلاس الدالة الاصلية لازم تعرفون شنو الدالة. هسه انا عندي الدالة الاصلية هنا كوساين كوساين من اطلع لابلاس الكوساين بيش اضربه بعدين بالنهاية اضربه باكسبونينشال ناقص باي اس. من جت الباي؟ الباي هي قيمة الاي هي مقدار التسحيف. تشوفون هنا ناقص باي وهنا ايضا ناقص باي. ف من اطبق السكند شيفتنج ثيورم بس اكتب القانون امامي لابلاس الاف اوف تي الكوساين تي ناقصا باي في اليول تي ناقصا باي هي عبارة عن شنو؟ الاس الاس مضروبة بشنو؟ اكسبونينشال ناقص باي اس على اس تربيع زائد واحد. يعني شنو؟ يعني لابلاس الكوساين في الاكسبونينشال اللي هو جاي باليونت ستيب. يعني طلاب اليونت ستيب تأثر علي بالاف اوف اس. الاف اوف اس معناته ايش راح اسوي لها؟ اطلع الاف اوف اس للداله واضربه بالاكسبونينشال التسعيف مالت من؟ مال اليونت ستيب. تشوفون هنا تي ناقصا يعني هذا التسعيف اقصد بي ناقص باي وهنا ناقص باي. طلاب انتبهوا لازم نفس المقدار اذا مو نفسه انتم تسووه. يعني ما يصير هنا ناقصا ناقص باي خلينا نقول وهنا ناقص 3 باي ما يصير. لازم نفس المقدار. فاين مثال اخر نجي على السكند شيفتنج ثيرم. فاين لابلاس ترانسفورم طبعا طلاب يجوز بالعكس يعني فاين ذا انفيرس مو شرط لابلاس بس هم بها مثال. فاين ذا لابلاس ترانسفورم فور ذا فولوينج فانكشن f of t يساوي كوساين كوساين 3 t ناقصا 1 يونت ستيب t ناقص 1. لاب يونت ستيب معناته دالة الوحدة. شنو معنى اسمها يونت ستيب معناته او ستيب فانكشن دالة الوحدة. يونت يعني جاية من اليونتي يعني قيمتها 1. f of أنا لازم أحدد قلنا الدالة، اليونت ستيب ما دخل بيها، مو دالة رئيسية عندي، لا، هاي معناته من تبعون عليها، هذا معناته تقولون هاي الدالة مرتبطة بالسكند شيفتنج ثيورم، بس مجرد إشارة، بس الدالة الأصلية اللي عندي هي دالة الكوساين، أنا مو تعرفون تطلعوا لها لابلاس، يعني اف اوف تي ناقصا اي هي عبارة عن كوساين 3
تي ناقص واحد، يعني معناته التسحيب قيمته اي قيمته واحد. فالاف اوف تي الدالة الأصلية اللي عندي هي عبارة عن كوساين ثلاثة تي. ثلاثة تي أطلع لابلاس المن للكوساين، لابلاس الكوساين ثلاثة تي اس على اس تربيع زائد تسعة، أو اس تربيع زائد ثلاثة تربيع، هذا من التيبل اشتقيناها سابقا. ولهذا قلت لكم يعني أنا مشتقة ما تفيدكم، يعني أنا ما أريد اشتقاق، بس مجرد أريد القيم النهائية اللي بالجدول على مود أن تعرفون تقولون لابلاس الكوساين، فما تقعد تشتاق بالامتحان. لا، لابلاس الكوساين شنو هو؟ اس كوساين ثلاثة تي اس على اس تربيع زائد ثلاثة تربيع. زين اكسبونينشال ناقص اي اس اف اوف اس، هسه انا طلعت لابلاس من الكوساين، بس اقول ما دام هي مضروبه باليونت ستيب اذا هي عباره عن شنو؟ ما دام مضروبه باليونت ستيب لازم معناته بالاف اوف اس هي ايضا اكسبونينشال. هاي نص نظريه سكند شيفتنج ثيوري. فإذا لابلاس يعني هنا ضربناها بس اكسبونينشال ناقص اس، ليش؟ لأن التسحيف ما يتسحب قيمته ناقص واحد، فلابلاس كوساين ثلاثة تي ناقصا واحد في يولد تي ناقصا واحد شو يساوي لي؟ لابلاس الكوساين في قيمة التسحيف اللي هو اكسبونينشال، اكسبونينشال ناقص اس. إذن بهذا المثال طلعنا شنو قيمة، بهذا المثال طلاب حسبنا قيمة لابلاس بالاستعانة بالشنو؟ بالسكند شيفتنج ثيورم. زين إذا بالعكس، يعني determine the inverse Laplace transform of، عندنا هذا فرعين A وال B بالعكس، يعني بدال ما أعطيك ال F of T وأنت تطلع لي ال F of S، لا أعطيك ال F of S وأنت تحسب لي ال F of T inverse، يعني معناته F of T الاي فرع اي اثنين اكسبونينشال ناقص اربعة اس على اس تربيع، وفرع بي اكسبونينشال ناقص اثنين اس على اس تربيع.
نحل فرعي شلون نطلع لاب الانفيرس لاب لاس ترانسفورم باستخدام السكند شيفتنج ثيرم. زين طلاب انا ليش ربطتها بالسكند شيفتنج ثيرم؟ هنا عندي 2 اكسبونينشال ناقص 4 اس على اس تكيب. من تشوفون اكسبونينشال باللابلاس تربطوها بالسكند شيفتنج ثيرم، يعني ترجعوها للاف اوف تي هي عباره عن داله مضروبه بيونت ستيب. يعني من تشوفون اكسبونينشال باللابلاس مترجعوها اصلا للاف اوف تي، لازم الاف اوف تي مضروبه بيونت ستيب. يعني هسه هاي تربطوها المن بالسكند شيفتنج ثيرم، يعني لابلاس انفيرس للاكسبونينشال، يعني هاي الداله ما دام هي اكسبونينشال ومضروبه باف اوف اس معناته هي بالاف اوف تي هي شبيهه مزحفه ومضروبه بيونت ستيب مزحفه بنفس المقدار اف اوف تي ناقصا اي يو للتي ناقصا اي. فاقول يعني هسه هذا الاكسبونينشال انا عرفت حددت هو عباره عن تسحيف، يعني الداله اللي عندي تسحيف بمقدار شنو؟ بمقدار الاي، يعني الاي ايش قد قيمته؟ 4. زين الاف اوف اس، الاف اوف اس اللي انا ارجعها اريد ارجعها الاف اوف تي قيمته 2 على اس تكعيب، يعني هسه هذا الاكسبونينشال خلوه على صفحه، هذا معناته الاف اوف تي مضروبه بال يو لتي ناقص اي، يعني الداله اللي بقت عندكم 2 على اس تكعيب. زين هاي 2 على اس تكعيب شنو الاف اوف تي الها؟ اكيد هي عباره عن تي تربيع موجوده بالتيبل عندكم، يعني اف اوف تي يساوي لابلاس انفيرس الاف اوف اس ويساوي لابلاس انفيرس 2 على اس تكعيب ويساوي تي تربيع. الاف اوف تي للاف اوف اس هي عباره عن تي تربيع، هسه انا عرفت تي تربيع، فهنا هاي الداله قلت لكم ترجعوها للاف اوف تي هي عباره عن داله مضروب اليونت ستيب تي ناقصا، فالاف للتي ناقصا اي هي عباره عن شنو؟ تي تربيع، بس تي تربيع شنو؟ مزحفه مقدار شنو؟ الاي، الاي اللي انا قلته هنا اي يساوي 4، فتي للناقص 4 تربيع مضروبه انتبهوا من ترجعوها للاف اوف تي مو مجرد بس تخلوا لي تي ناقصا 4 لكل تربيع، لا مضروبه بيونت ستيب، هاي هي هاي السكند شيفتنج ثيرم. اف اوف اس طلعوا لي اف اوف تي الها وبعدين اضربوا لي اياها في اكسبونينش في يونت ستيب مزحفه بنفس المقدار تي ناقصا 4 ويو للتي ناقصا 4. زين الفرع الثاني اكسبونينشال ناقصا 2 اس فرع بي اكسبونينشال ناقص 2 اس على اس تربيع. الاكسبونينشال ناقصا 2 اس راسا من تشوفوها بالاف اوف اس تربطوها بشنو؟ بالسكند شيفتنج ثيرم، معناته الاف اوف تي مضروبه بيونت ستيب. يعني هي الداله الاصليه هسه لو ماكو اكسبونينشال هي بالحقيقه 1 على اس تربيع، 1 على اس تربيع. تحددون ال اي اللي عندكم، تحددون الاي اللي عندكم، الاي ايش قد قيمتها؟ 2 اللي هو اس الاكسبونينشال. الاف اوف اس ايش قد قيمتها؟ قلت لكم 1 على اس تربيع، 1 على اس تربيع. زين الاف اوف تي هاي الاف اوف اس هي عباره عن شنو؟ لابلاس انفيرس الاف اوف اس ويساوي لابلاس انفيرس الواحد على اس تربيع ويساوي تي. هاي ايضا من التيبل لابلاس انفيرس الواحد على اس تربيع هي عباره عن تي، هي عباره عن تي، فلازم مو بس تي، هسه انا طلعت التي
بس لازم أزحفها. شلون؟ f of t ناقص a يولد t ناقص a هي عبارة عن شنو؟ t، أنا مو حسبتها، قلت t هنا، هي عبارة عن t مزحفة شنو؟ بمقدار ال a، هذا ال a اللي أنا قلت قيمته 2، t ناقص 2 يعني t كل t نزحفها بمقدار ال a، t ناقص 2 في يو للتي ناقصا 2، لازم اضربها بيو تسير، مو مجرد بس تخلوا لياها تي ناقصا 2، يو مضروبة بيو للتي ناقص 2. هاي خلاصة السكند شيفتنج ثيورم. سكند شيفتنج ثيورم، الفيرست شيفتنج ثيورم طلاب مرتبطة هنا، بس نرجع عليها شوية. قانون مالتها الفيرست شيفتنج ثيورم مرتبطة بشنو؟ إذا دالة مضروبة بإكسبونينشال بالتايم دومين، هذا معناته بالإس دومين نزحف كل إس بمقدار الألفا اللي هو ثابت اللي هو إس إكسبونينشال. السكند لا، دالة بالاف اوف اس مضروبة باكسبوننشال، من ترجع المن للاف اوف تي لازم تنضرب باليونت ستيب اللي هي هذا القانون مالتها، او هنا اذا ردت من عندكم انفيرس، من ترجع للتايم دومين هي دالة مضروبة بشنو؟ باليونت استير. هسه طلاب بداية المحاضرة حكينا على دوال discontinuous يعني غير مستمرة، وperiodic اي اوكي هسه حشينا طلاب على transform of discontinuous or and periodic function. discontinuous يعني غير مستمرة او متقطعة، والبيريودك هي معناتها مستمرة مثل دالة الجسيب قيمتها واحد إلى ما لا نهاية. يونت ستيب قلنا قيمتها شنو؟ قيمتها واحد، هاي بس مجرد هنا يعني من أخذنا هاي المقدمات عليها، بس هي بالأساس شوف هنا لابلاس اليو اوف تي راح يساوي واحد على اس، زين، واستنتجنا بعض الدوال ايضا من اليونت ستيب. اذا عندنا مثلا داله مربعه نقدر نستفاد من اليونت ستيب على مود نطلع قيمه لابلاس لها. يونت امبالس اللي هي داله نسميها ديراك او دلتا او امبالس يعني داله النبضه، قيمة لابلاس إلها واحد، قيمة لابلاس إلها واحد. السير فانكشن دالة اللي هي قال مثل دالة خلينا نقول درج، هم يعني إلها علاقة باليونت السير، هاي قيمة لابلاس إلها. طبقنا application on control لابلاس على دائرة كنترول، دائرة سيطرة، شلون نطلع السيستم ريسبونس أو الأوتبوت، هذا كله يعتمد على اللابلاس. أخذنا السكند شيفتنج ثيورم، تختلف عن الفيرست شيفتنج ثيورم، السكند لها علاقة باليونت ستيب، لها علاقة بشنو؟ باليونت ستيب، هذا النص مال السكند شيفتنج ثيورم. وهنا هم نفس الشيء.
أمثلة شلون أطلع إذا عندي f of t شلون أحسب إذا f of s. لازم تتفقون على وجود اليوت السياب. من تشوفون اليوت السياب إذا هاي مرتبطة بشنو؟ بالسكند شيفتنج ثيورم. وبالعكس إذا عندي انفيرس، إذا هي بالاف اوف اس مضروبة في اكسبوننشال، معناتها بالتايم دومين هي شنو؟ مضروبة بيونت ستيب.